لك، هي البنت دي كانت عايزه منك ايه؟ مفيش، خلصت. على فين؟ ما هطيرها اكتر ما هي مطيره. انا اصلي كان عندي قضيه مستعجله، اقدم لك راقصه المثقفه خريجه الجامعه، عضوه في اكبر شبكه دعاره في البلد. انت اتجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه انت عارف مين موجود هنا؟ عارف عريس الغفله اللي بترمش بدك حواليه. الفراوله بتاعي الفراوله. تقوم تجيب واحده معاك كده مالها؟ دي احسن واشرف منهم كلهم، وبصراحه احسن واشرف منك انت مصطفى. ارجوك ما تبوظش الليله. ومين قال لك انها هتبوظ بقى؟ مين قال لك؟ هوريك انتوا عريس الغفله بتاعك. استنى اسمعوا يا جماعه، النهارده هنحتفل بعيد ميلاد ساميه للمره الخامسه السنه دي. هقدم لكم اجمل والذ واطعم وانقح رقاصة في الشارع محمد علي باشا، الراقصة اللولبية خاطر. تحب تتفرج عليها؟ الله اكبر الله اكبر حلولي الله اكبر الله اكبر يا 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دي عامله تعملها؟ طيب يا مصطفى، وتقول لهم اني بحتفل بعيد ميلادي للمره الخامسه؟ خمسه ولا عشره وحد واخد باله، ده عالم مصبح من كل ما تيجي رايح نروح فيها عشان البطن وجعاني وعايز حكيني. انت اكيد اتجننت مصطفى. محمود ابو الوفا صحفي. خش خش انت دلوقتي. يلا محمود ابو الوفا صحفي. اهلا يا سيدي. انا مستنيك من بدري قوي يا استاذ. حضرتك عايز ايه بقى؟ انا حضرت المرافعه بتاعت حضرتك في المحكمه وحافظها عن ظهر قلب. كويس. الاقي عند حضرتك وقت بقى نتكلم فيه؟ لا ما عنديش وقت انا. ارجوك يا استاذ معلش، انا مش هاخد من وقتك كتير. بقول لسعادتك انا مستنيك من المغرب. الله يخليك ويطول في عمرك، ده انا حتى ما اتعشتش. عامل عايز ايه يعني؟ حضرتك اثرت قضية ضخمة في المحكمة، هل أنت متمسك بها؟ امال يعني تفتكر نعملها عياء لمؤاخذة؟ يعني المسألة مش مجرد مناورة لزيادة مبلغ التعويض؟ لا. بس حضرتك اترفعت في قضايا تعويض كتير قبل كده. بس القضية دي مختلفة. وإيه وجه الاختلاف اللي فيها؟ مش ملاحظ إن أنا مش فاضل الكلام ده دلوقتي؟ فكر دلوقتي وبعدين نكمل كلامنا بعدين. يلا خلي في حلمك. يا استاذ حلمك عليا، انا جاي اساعدك. تساعدني؟ ده موضوع خطير ما تقدرش عليه لوحدك، لازم حد يسندك. ما تجيب من الاخر يا بيضه. انت عايز ايه بالظبط؟ الحزب بتاعي بعتني عشان اتفاهم معاك. احنا مستعدين نقف وراك ونمولك بالمبلغ اللي انت عايزه عشان تكمل القضيه للاخر وما تتراجعش فيها. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟
ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ بتعمل ايه يا استاذ؟ يلا يا حبيبي وريني كمان خطوتك احسن ما اشتمك بالاب والام والكلام الوحيد ده. يلا مش هتقدر عليهم لوحدك، انت مش مقدر الموقف، ما تنساش تاريخك اللي الناس كلها عارفاه. مفيش حاجة يا حمودة، خش هنا وانت. مش هتعشى؟ لا. سيدي القاضي، أصبح من المعروف أن القضاء المصري هو الحصن الباقي والأخير، فأنا أهيب بعدالتكم ألا نفلت من أيدينا هذه الفرصة. وإذا كان السادة الوزراء قد رفضوا المثول أمام عدالتكم، فهذا يعني أنهم لا يحترمون القضاء. يا أستاذ نتكلم في موضوع القضية أحسن. هذا هو موضوع القضية، سواق الأتوبيس وعامل التحويلة ليسوا أكثر من أدوات يحركها نظام كامل. سيد القاضي، أنا مصر على مطلبي باستدعاء السادة المسؤولين الحقيقيين عن المأساة لاستجوابهم، وشكرا. تأجل القضية لجلسة 25/9. رفعت الجلسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان همشي الشوط لنهايته. عشان توصل لايه؟ لازم المسؤولين الحقيقيين يتقدموا للمحكمة. عاوز الحكومة تستقيل؟ ده اللي بيحصل في اي دولة متحضرة. حق معانا ولا لا؟ احنا ملناش دعوة اذا كان الحق معانا ولا لا، احنا لينا دعوة بالتعويض. وبعدين انت فتحت جبهة صعبة قافلاها. سامية، انت عندك فلوس قد ايه؟ ليه السؤال ده؟ معلش رد عليا. الحمد لله مستورة. بلاش نكسب القضية دي وخليك معايا. اقنعني. مش هعرف، بس حاسس انها قضية عمر. اول حاجة تعطل الطريق من زمان او يسمعها مراهقة متأخرة او صاحبة الموت. نسيتي القضية اللي كنت بترفع فيها زمان يا سامية؟ نسيتي قضية عمال السكة الحديد والوقفة اللي وقفتيها معاهم، والأسبوع اللي بيتيه وسطيهم وهم عاملين إضراب؟ نسيتي قضية عمال الكوك والغزل والنسيج؟ اسمع مصطفى، مش بعد العمر ده جاي تصحيلي اللي فات. اللي فات مات واندفن، دلوقتي احنا متشربكين في حياة انفردت علينا فرد وما نقدرش نغيرها. لا نقدر. طز فيك وفي الكلام اللي قلته واللي هتقوله. القضية دي احنا هنكسب منها 1,000,000 جنيه على الأقل، وأنا ولا جماعة اللي معانا مش هنتنازل عن 1,000,000 منهم. وخلي بالك ان الغايب دلوقتي حيشاهم عنك بالعافية. قلت ايه؟ هتتراجع عن موقفك ولا لا؟ لا يا سامية مش هتراجع. في الحالة دي انا مضطر ادافع عن مصلحتي. على اذنك. أنا عندي ميعاد مع الدكتور خيري محمود المحامي. الأستاذ خيري محمود المحامي. أهلا أهلا تعال. إيه لعبة العيال أنتوا عاملينها ده يا أستاذ؟ انتوا بتهرجوا؟ اخير يا فندم. ايه القضية الهبلة اللي انتوا رافعينها وطالبين الوزراء يحضروا في المحكمة؟ يا فندم مش انا ده، الاستاذ مصطفى خلف. انت مش مشترك معاه انت وثلاثة تانيين؟ ايوه يا فندم، بس كلنا مش موافقين على اللي بيعمله ده. ويطلع مين اللي اسمه مصطفى خلف ده؟ ما قدرتش ما بقاش موجود وهو بيفك الجبسة.
قريت المرافعة بتاعتك في الجورنال. عجبتك؟ مفيش أسهل من الكلام. لو كان الكلام بفلوس كنا بقينا أغنى دولة في العالم. المرة دي مش كلام بس يا فاطمة. مش هيسألوا فيك. يبقى عملت اللي عليا وريحت ضميري. هو لسه عايش؟ أنا نفسي شاكك في الحكاية دي. ايه الاخبار؟ للاسف يا دكتوره يمكن لما يكبر نقدر نعمل له عمليه التئام في العظم، لكن دلوقتي صعب المخاطره. على كل حال هو لسه صغير واكيد لما عظمه ينمو ممكن يتعالج. يعني ايه؟ يعني بلاش اي مجهود عضلي ويعمل علاج طبيعي لمده 6 شهور. مفيش اي طريقه يا دكتور؟ احنا ممكن نسفره بره يتعالج. للاسف يا دكتور مريم ولا له لازمه، لو ما جاتش نفسه وواظب على العلاج الطبيعي هيبقى كويس. غلط! الحركة دي كان لازم اتوقعها قبل ما العبها واعمل احتياطي ليها كويس. المباراة دي انت غلبت فيها ولا غلبت؟ لا غلبت طبعا. ينفع لي كده؟ اصل دي اخطاء غبية مش لازم اقع فيها في الماتشات الجاية. اوريك بقى اللاعب بتاع واجا دوجو عشان تشوف الفرق بين الستايل بتاعه والستايل بتاع الياباني والستايل بتاعي انا. كفاية ماسي. إيه انت زيت ولا ايه؟ لا بس ايه رأيك بقى نخرج نشم هوا؟ عندي فكرة، تيجي نروح النادي؟ اشمعنى؟ الكوتش بهناك دلوقتي، يلا بينا. يلا بينا. استنى يا سيف، أنا مش عايز أروح نوادي. أنا قصدي نخرج نتفسح. يا عم مصطفى نتفسح إيه في وقت ده؟ هو ده وقت الفسح؟ ده المعسكر بقى 15 يوم، ولازم أطمن على الورق جهز ولا لأ؟